السلام عليكم يا بابا. جيب بدري ليه يا يوسف؟ اصل اختارني في فريق الموسيقى. فريق ايه؟ الموسيقى. المدرس قال لي انا صوتي حلو هبقى في القران. قران؟ بقى ناشئه واتعب ومش عايز يعلمك النجاره عشان تطلع دكتور ولا مهندس وانت عايز تغني؟ ما انا شاطر وبطلع الاول. ما عشان مش بتغني يا روح امك. انا بحب المزيكا والغنى يا بابا. طب ما انا بحبهم برضه بس الشغل ابدى. امشي روح للاستاذ الفاضي بتاعك ده وقول له ان انا مش موافق. والنبي يا بابا امشي يالا من قدامي بدل ما اكسر الخشبه دي على دماغك. احسن ورحمه امي يبقى اخر يوم في عمرك النهارده. امشي. أستاذ يوسف أيوه حضرتك منور الأوبرا. شكر. طب مش كنت تقول علشان نعمل معاك الواجب ونحجز لك في أول صف؟ شكر. هو حضرتك مش فاكرني ولا إيه؟ لا والله مش واخد بالي. أنا منال زميلة نسمة، كنت قابلت حضرتك عندها في المستشفى. آه افتكرت. هو مش حضرتك ما بتحبش المزيكا برضو؟ بعد اذنك انا مضطره مش عشان مستعجله. لا هتمشي فين؟ لا يمكن، دي كانت نسمه تزعل. لا مش عايزه اشغلها. لا ما هي خلصت ما وراهاش حاجه. ثانيه واحده. ايوه يا نسمه. مش هتصدقي مين موجود معايا هنا. بقول لك مش هتصدقي. لما اقول لك حاجه ابقي اسمعيها. ما هو ده اللي مجنني، ده واحد معتبر المزيكا حرام. ده وصل لدرجه انه كان هيقتل اخته لما عرف ان هي بتتعلم مزيكا، وكسر لها الكمانجه بتاعتها. يوم يجي لحد الاوبرا الحب يا حبيبتي. حب انتي التانية. هو انا اتكلمت معاه كلمتين على بعض والكلمتين اصلا كانوا ان انا بطرده من بيتي، هيحب فيا ايه بقى؟ الحب يا فنانه له منطق، يعني بدايات منطقيه توصل لنتائج منطقيه، ولا اللي انت فيه ده حاله جنون عاطفي يعني ولا ايه؟ ما ينفعش يحب عدوته. مش لدرجه عدوته، هو شايفني كده انا وكل اللي زيي. يوم يجي الاوبرا بصراحه واضح انه ما كانش عايز حد يشوفه وارتبك لما شافني، كان فاكرني معجبه ولما قلت له انا مين ارتبك اكتر، واللي غرقه بقى في شبر ميه لما اصريت اكلمك عشان تيجي تقابليه، فص ملح وداب. حرام عليكي والله العظيم حرام عليكي، احرجتيني. ما كنتي سبتيه يمشي. يمشي ده ايه؟ هو ادخل الحمام زي خروجه؟ حمام؟ الاوبرا حمام يا منال؟ له حق محمود يقول لك تقعدي من الشغل. بلاش والنبي سيره محمود دلوقتي احسن بيجي على السيره. هو؟ اه ايوه محمود. اتاخرت ده ايه؟ الساعه لسه ما جاتش 11. نسمه موصلاني. تاني نسمه؟ تاني نسمه يا منال؟ مش قلت لك كلميني اجي اخدك؟ طيب لما تيجي انا ليا تصرف تاني معاكي. اتخانق معاكي؟ سيبك منه خلينا في يوسف، ده كان لابس حته دين بدله وكرافته، انما ايه ترد الروح. انت على فكره تافهه بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خديجة. كان في حاجة مهمة عايزينك فيها الناس اللي طلبوك ونزلت لهم على طول كده؟ لا ما تشغليش بالك. لو ما اشغلش بالي بيك، اشغله بمين؟ أنا الحمد لله كويس. اوعى يوسف موضوع قريبة الشيخ وجدي ده يكون لسه مضايقك. مش مضايقني ولا حاجة، بس مخليني أعيد تفكيري في حياتي كلها وفي طريقتي في الدعوة. يا سلام، ليه يعني؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ولا إيه؟ ما تخليش حبك ليا يخليكي تغلطي في الناس يا خديجة. وهي اللي عملته ده قليل؟ وهي مين دي عشان تعيد تفكيرك عشانها؟ هي بتفهم أكتر منك؟ ده أنت الشيخ يوسف عبد الحكيم اللي مريدينك بالملايين، هي هتطلع مين بقى إن شاء الله؟ ومش لازم يبقى ليها موردين بالملايين عشان يبقى كلامها مستاهل ان الواحد يفكر فيه. يمكن اكون متشدد حبتين، بس ده حرصي على الحلال وعدم الوقوع في الحرام. يوسف يا حبيبي، اوعى حكايه ايات دي تهزلك ثقتك في نفسك. بالعكس يا خديجه، كل ما البني ادم يبقى عنده ثقه في نفسه لازم يراجعها كل شويه. طب خلاص، المهم سيبك منها خالص، خليك في مي. ولا مي ولا ايات. ليه بقى؟ هتعيش عازب ولا راهب؟ يا ستي لا عازب ولا راهب. لما الاقي اللي تناسبني هاخدك ونروح لها. طب بس يبقى انا اي حاجه حلوه شويه المره دي. اتق الله يا خديجه، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. كنت عايز اجي اطمن عليك من اول يوم، وما بالك لو الجيران عزاز زيكم. يا ريت ما تتاخريش بالليل وترجعي لوحدك. طبعا زمانك واقعه من الجوع يا حبيبتي. واقعه من الجوع ومن الحيره. حيره ايه؟ تعالي اقعدي بس، اقعدي، انت وحشاني قوي. انت اللي وحشاني، وحشاني موت. البيت، الستاير، فيروز، سيديهاتك، كله كله. ايه الكلام الحلو ده؟ انت يا ست انت شاعره واحنا ما نعرفش. امال انت فاهمه ان ابوكي كان بيحبني ليه؟ ده انا اللي بحبك قوي وبموت فيكي، وبحب قوي حدوتك مع ابويا، خصوصا لما الله يرحمه كان في السجن وانت كنت واقفه جنبه. كنت واقفه ورافعه راسك لفوق ومفيش اي حاجه بتكسرك. ما هو انا لو كنت اتكسرت بره كان هو هيتكسر جوه. ايه يا دكتوره رحتي فين؟ عارفه يا نسمه، اصعب الاوقات في حياتنا بتبقى هي احلاها اول ما بتبقى ذكريات. طب اقوم انا بقى واسيبك للشجن الجميل ده ولا ايه؟ تقومي فين؟ قولي لي الاول ايه حكايه الحيره دي؟ عارفه مين حضر الحفله بتاعتي النهارده؟ مين؟ الشيخ يوسف. الشيخ يوسف مين؟ اخو حنين، جيراننا. لا بتهرجي، اكيد بتهرجي. انت اللي شفتيه ولا حد قالك؟ هرب قبل ما اشوفه. يعني ايه هرب؟ يعني منال قابلته وعلى ما كلمتني علشان اجي اقابله كان هرب. الله، مش هو ده اللي طول عمره بيقعد يقول ان المزيكا حرام وان اللي بيعزفوا شياطين؟ بالظبط. امال انا محتاره ليه؟